حياكم شباب، يا مرحبا وسهلا. اليوم نحن موجودين في أقدم حارة مشهورة جدا. هذه الحارة حارة قديمة في ولاية عبري، اسمها حارة الرمل. مثل ما أنتم شايفين هذه كلها الحارة خلاص أهلها راحوا، وزارة التراث شرت هذه الحارة، اسمها حارة الرمل. خلونا ندخل ونتعرف على هذه الحارة. بسم الله ما شاء الله، أكثر من 300 عام وزيادة عمر هذه الحارة. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. شوف كيف راح الأولي الشامسي، كل شيء راح. لا الله يرحمهم ساكين، واحد بزمانه ما حد يعيش زمان غير الله. الله حقه حقه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ابعد عنا الخبث والخبائس، اللهم ابعد عنا هذه الجنية المجنونة البنغالي. هين دخلتوا؟ لا تدخلوا هالأماكن، تراها مسكونة يا جماعة. صح ان الانس رحلوا عن هذه الحارة، ولكن في ناس في 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 في, في كائنات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تفضل. تسوي هني راعي البيت؟ علي ما يولي. ما شاء الله. من متى ساكن انت هنا؟ والله ساكن من 400 سنة. بروحك؟ بروحي. هين تتعشى هين تتغدى؟ هني اطبخ. تطبخ سنانير؟ ها؟ خلاص. ما شاء الله. ما شاء الله. ابوك هني يبا 200 هالبلدان مسكونة، هالحارة. ولا بالله عليك. ما هدوء. ها؟ تراث. لو تجيب الليل هني تصبح دقايق. ها؟ ايوه. الله اكبر. يا جماعة الخير، انا داخل بيت مهجور من زمان. يا الله يا رب، بيت مهجور. سبحان السبلة. هاي السبلة. شوف كيف. وان على سفح الجبل. ها هذه الحارة على سفح الجبل. بغريب. بغنين بقول الزمني معاكم كله. ان شاء الله كما اشوف كيف الحارة. كم بيت فيها. والله الشمس كنا راعي البيت ينتظر ضيوفه. ما الشمسي ما شاء الله منور البيت، بيت عامر ان شاء الله. شوف 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 الدرج. شوف هذا طابقين، هذا الدرج. سبحان الله. هذا ما يوسع حد. موجود في حارة قديمة في ولاية عبري،
عمرها 300 سنة مأجورة. يا أبوي! وهذه حارة الرمل من أقدم الحارات اللي موجودة في عبري. وحين راح أصور لكم المكان وتابعوا. وكل هالحياة. شوفوا شوفوا من بحصل شو. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب. ما عرفنا لك مرة صباح مرة ليل. أنا. إيه. ترى متعدل الأغراض المستخدمات إنه مكان ليل. هين ما يبغي. اللي حلو إن البطاطس عمان مشكل بريال. خمس. مشاوي. مو على المرة.